السلام عليكم، مساء الخير عليكم، ان شاء الله كامله راكم بخير. مرحبا بكم معايا اليوم في قناه مطبخ وتدابير مايا. اليوم حندير لكم واحد الوصفه هايله، يعني تبرد القلب كيما نقولوا للصيف للسخانه مع هاد الايامات اللي هم سخونين. حنديروا لي كلاص ولا ايس كريم ولا لاكرام كيما حبيتوا تسموه. حجبت لكم هكا ديكو حنسيهم معاكم حنديروهم، وان شاء الله مادا بيا تجربوهم وتشوفوا الفيديو حتى الاخر، واذا عجبكم الفيديو ماذا بيا ديروا ليه جام، وماذا بيا تجربوا الوصفه وتعجبكم ان شاء الله. واللي مازال ما تشارك في القناه يشترك، ونبداو على بركه الله. عندنا القلو اللي حنديرو، وجدت لكم القو تاع الفخاس. عندنا كما قلت لكم في اللوحه نبداو بالقو تاع الفخاس. عندنا كاس حليب يكون بارد مليح، ديروه يبرد بيان لحد ديروه في كونجيلاتور باش يبرد بيان. انا هاد لي الفوي تاع الباتور ونديرهم في كونجيلاتور باش يبردولي باش طلع لنا مليح لاكريم تاعنا. عندنا زوج مغارف تاع الحدا، زوج مغارف تاع ماكله كبار، عندنا زوج مغارف تاع هذا فلون فراس، درت انا فلون واره يعني اللي كاين مش نخلطوهم قبل هكا شويه ونبداو نخلطو فيهم. هاكم تشوفوا كيفاش خدمتو، درتو جا شبابها ولي كيتجا شغل كريمي. اذا حبيتو تنقصو ميجيكمش بزاف كريمي نقصو شويه في لاجونتيي. قلت لكم لاجونتيي درنا كاس غير ربع. انا شيت هاد لي بواط هادوما باش ندير فيهم هايلين. ما يخرجش البلاصه ويبرد تمتم، لازم ديروه لازم يبرد مليح لاكريم تاعنا، يبرد بيان ديروه في كونجيلاتور يكون يبرد. حنعمر في هاد لابواط ونديروه في كونجيلاتور يبرد، لازم قلت لكم يبرد مليح. نخلوه ماكسي يعني مينيموم في تخلوه 6 سوايع في الفريجيدير، يعني ما تنسوش قبل 6 سوايع باش هكا يجمد مليح ويجي بيان يشد روحو مليح مليح. انا جاتني فكره دوكا ندير فيه، ولا غير كنت نخلط جاتني فخاز، حبيت دوكا نتلو لافخاز نقطعها صغيره ونرميها لداخل، ولا ندير داك الكولي تاع الفخاز اللي درتو معاكم ديك طرف الديساغ تاع الفخاز، نطيبو لافخاز بالسكر ونرحيوها ونديرو شويه داخل تزيد زيت فيه النص، يعني لا بروشان فون نعاود نجربها مع هاد نجربها ونديرها لكم ان شاء الله. شوفوا شحال راه جا، الله الله، نديروه في الفريجيدار يجمد كيما قلت لكم ونعاود نولي ليكم مع ذوق تاني. دوزيام كو تاعنا، الذوق الثاني عندنا كاس شونتيي. عندنا هنا زوج مغارف تاع كاكاو بني وريحته واش نقول لكم، ريحه الشوكولا ريحته تهبل، يعني لازم تخيروا كاكاو بني ماشي هذاك الاسود، هذاك الكحل غير ما كان له عيان، ربما ريحته ما عندوش ريحه شابه. هادو زوج مغارف لحظه، يعني كاكاو البني وريحته تهبل، راهي تضرب فيا وانا راني صايمه نحب الشوكولا نموت عليها. عندنا هادو زوج مغارف تاع فلون شوكولا، عندنا هذه مغرفه تاع شوكولا تارتيني اللي عندكم في الدار ولا اللي متوفره ديروها. اللي جات نزيد فيها في الاوراق باسكو هذه كنسها لصق في المغرف. وهاد ونزيدو الحليب، عندنا كاس ونص حليب. الحليب لازم يكون، قلت لكم عندنا كاس ونص تاع الحليب لازم يكون بارد مليح. انا درتو برد في كونجيلاتور، برد تري تري بيان، ميم لي فوي توعدتهم في كونجيلاتور. والحليب تاني درتو هاديك بارد، شوفوا حتى جمد هنا لتحت درتو في كونجيلاتور باش بالعاني باش يذوب لي مليح. قلت لكم درت هذاك الحليب، حبيت هذاك اللي كان جامد نخلطوه بالعقل على بالك دوك يبدا يطير، غير بالعقل نفوتو نخلطوهم هكا مليح باش نبداو نضربو. لازم نضربوهم مليح بالباتور، نبداو بالعقل ومع نزيدو كيما يقولوا اعلى درجه باش يجينا مليح.
وليك انا جبت لكم لاكان تاعنا بعد ما جمعت، درنا ذوقين، ذوق الفراز ودرنا ذوق تاع الشوكولا. هبدا لكم يعني ذاقوه في الدار، عجبهم بزاف. هذا تاع الفراز هاوليك يعني شحال جو شباب، نجيب المغرفة تاعي باش نخاف الما باش تجيني سهلة. بسم الله يعني ها شوفوا شحال يجي هايل، والله غير جخر من تاع المحلات، جا هايل بزاف بنين. بسم الله يعني صدقوني جا بزاف 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 بنين، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هاد لي بواط ملح ساعدوني، لي بواط هادو ملح تقدروا ديريهم باسكو كنتني يبرد، مي كديروا لي بواط واحد اخرين خشان يطول باش يبرد لكم. وكم غرفه منا شويه جمد بزاف يعني او الاخر تاعنا نديرو له شويه تحبوا كاوكاو، غير عندي الكاوكاو وعندي بسكوي ما عنديش الكفريت. هاوليك تحبوا نديرو له شوكولا وكراميل كيما حبيتو. هاوليك شوفوا شحال جا شباب شهي. هاوليك الشوكولا تاعنا، ذوق الشوكولا جا على بالكم صدقوني والله، يعني غير ماشي باش نزخ والله، غير جا خر من تاع المحلات، جا بزاف بنين عنده كو هايل. على بالك تجربوه ان شاء الله ينجح لكم. تقولوا ما تقدروش تصبروا عليه، ما تستغناوش عليه، يجيكم بزاف بنين. على بالي ما تقولوا ما تستغناوش عليه، بزاف بنين. انا في الدار كامل عجبهم. نزيد وحده باش يجيها كامل طالع بنين. هاوليك حطوا المغرفة يعني توجور ديروها في الماء باش تمشي لكم بيان. ديروا الذوق تاع، ديروا الكو تاع هاوليك البيسكوي. درت كاوكاو وبيسكوي، تحبوا تخلطوها تخلطوا فيه زوج مليح الكفريت، يعني نتوما واش حبيتوا الاذواق تاعكم. ديروا شوكولا ولا كراميل واش حبيتوا. ما نحكي لكمش هاكم تشوفوا بعينيكم، ما نحكي لكمش على يعني هاملي كيما كنت تشوفوا لاكرام تاعنا شحال جا شباب شباب في الشكل وشباب في البنه. البنه تاعو لا توصف صدقوني، ما توصفش. ما قد ما نقول لكم بنين ماشي كيما تذوقوه، لازم تجربوه وتذوقوه. هذه هي هنا لحقنا لاخر الفيديو، ان شاء الله نزيد نجيب لكم نكهات واحد اخرين. درت لكم هادو وان شاء الله نزيد نجتهد وندير لكم اذواق واحد اخرين. وش حبيت نقول لكم برك، اذا عجبكم الفيديو ديروا جامل لا فيديو، واللي مازال ما ابوناش يابوني، وماذا بيا تجربوا هاد لي كلاص بزاف بنان، وخلوا لي كومونتير تاعكم، واشتركوهم يعني بارطاجيو هاد الفيديو مع الاصدقاء باش كامل يجربوه. وفي الاخر نقول لكم بقاو على خير وبصحتكم، وفي الفيديو ان شاء الله الجاي بقاو على خير.